فاجت والدتي قالت يابا عود الطفل باق من المستشفى. قلت لها شلون يبا؟ قالت انا طلعت للصلاه للحمامات اتجدد ودي اصلي، فرجعت لقيت الطفل ما هو. اذا نبدا من كربلاء وتحديدا العام 2007. رجل رزق بطفل الا ان فرحته بمولوده الجديد لم تتم. تمت سرقة هذا الطفل بعد 3 أيام من مستشفى الولادة في حي المعلمين في كربلاء، ولا يزال هذا الرجل وبعد مرور هاي السنوات يبحث عن ابنه. مرور 15 سنة يمكن على هذا الموضوع، لكن الأب ما فاقد يعني الأمل في أن يجد ابنه. خلونا نشوف هذا التقرير مع الزميل وليد الصالحي من كربلاء. مرحبا بك مازن. طبعا اليوم حالة غريبة من نوعها، حالة ولادة أو عملية ولادة في مستشفى الولادة في كربلاء، يعني منذ عام 2007 حالة الولادة طبعا، لكن اختفاء المولود أو اختفاء الطفل. والد الطفل الآن بجانبي راح يتحدث لنا عن القصة اللي من عام 2007 لغاية اليوم احنا والطفل ماكو لغاية الآن ويدور عليه والده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احكي لي شنو القصة اللي من 2007 لليوم تدور على الطفل المولود ابنك؟ عندي اخوي انقتل ببغداد بال 2006، نهاية 2006، فجينا الكربلة قعدنا بكربلة، فعندي حالة ولادة زوجتي، فجبتها المستشفى الولادة، فعملية قاصرية. صارت عندها طفل، فبيوم الثالث مالتها انباق الساعة 5 الصبح اختفى الطفل. فأنا عندي بيوم الثالث عندي 40 مال أخوي دوديهم دودي أهلي للنجف. فأجت والدتي قالت يابا عود الطفل انباق من المستشفى. قلت لها شلون انباق؟ قالت أنا طلعت للصلاة للحمامات أتجدد ودي أصلي، فرجعت لقيت الطفل ما هو. فأجت المستشفى، السلام عليكم. السلام يابا عود الطفل عندنا مبيوق. قالوا هي شغلة عادية، فهذا سادس طفل ينباق، هسه يجي يزوجها ياخذ الوالده ويروح. قلت له يابا انا ابني هذا. قال والله روح للمدير اشتكي. رحت للمدير حاجته، قال والله هي ما قصر صار عندنا وما نعرف وين الطفل، ندور عليه والله كريم. فقلت له رجع لي كاميرات يعني بالمستشفى، فقال الكاميرات عاطله. ولليوم الطفل راح؟ ولحد لي هسه. فاشتكيت بالمركز حي الغدير، اشتكيت بالمحكمه مال كربلاء، اشتكيت بايام كان بيها وقته بالوليد، فما حس ولا شيء. فظليت اركض عند هذا طفل مبيوق، اروح اخذ البغداد اسوي له تحليل دم، فيظل شهر شهرين اللي يطلع التحليل ويطلع مو هو. فركضت يعني من 2007 لحد لهسه انا اركض وما عندي، يعني حتى عندي سياره حلالي بعتها على مود شغلة الطفل. يعني انا اخوي انقتل، فعرفت اخوي يعني توفى راح، بس هذا الطفل يعني موجود. يعني اكيد هسه ابنك كبر بعد هاي السنين. انا بدي اوصل هاي الشغله، باكر عقبه دوم بالجامعه او اخته دامت وياه بالجامعه، يعني كل شيء يصير. يعني العجب بهاي البنيه وطلعت اخته، يعني هو شو يصير بيه الطفل؟ اي يعني وانا هسه يعني الله شاهد، يعني ضربني سكر. هو من ايام الحج هسه عندي سكري يعني 400 ثابت، الله شاهد. عندي الشريط مال الحب ب 15000 او 16000 دينار، 1050 يعني. وهسه انا جاي اركض مو على مود كل شيء، على مود شغله الطفل. يعني بكت الله الطفل يرجع او يعني يسوي الحل ان شاء الله في المستشفى. شو تريد تناشد؟ ناشد يعني محافظ كربلاء، العمليات مال كربلاء، الجرائم مال كربلاء، يعني اي واحد شريف يكون يقف لي بهاي الشغله. نعم مازن، مثل ما شفت يعني يعني حديث والد المفقود او كاميرات المراقبه الان هي يعني فوق حقيقة، يعني أكيد ترصد كل عملية سرقة أو مخالفة أو أي حدث يحدث في بوابة مستشفى، يعني خلفي مستشفى الولادة وسط كربلاء في منطقة حي المعلمين. يعني من المفترض كاميرات المراقبة ترصد عمليات السرقة، ومثل ما يعني مثل ما تحدث والد المفقود أن ابنه أو المولود يعني اختفى من المستشفى في أول أيام ولادته ولغاية الآن منذ عام 2007 ولغاية الآن. يعني حقيقة لا أستطيع التعبير عن هذا الموقف. يعني ربما يعني مولود هذا الرجل يشاهدنا الآن حسب ما يقول والده أنه سيعرفه من خلال الدم. نعم.